ايه من المشاهد في 6 شهور كل واحد يقول ايه اكتر مشاهد اللي عجبته او كان لها يعني احساس مختلف عن بقيه المشاهد سواء له او لغيره؟ انا هبتدي بالمخرج. في مشهد اتش مثلا من يعني اتش معانا في الحلقه الرابعه بحب المشهد بتاعه جدا للباروكه. باروكه بس باروكه يعني عملنا اسنا 10 بواريك عشان نوصل للباروكه دي. باروكه المثاليه طبعا يعني. والمشهد ده مثلا هو اتش مثلا كان الكرو عارفينه بس هو المؤلف بيجي كل يوم دخل يلبس الباروكه دخل قعد وبعدين عمال يعمل للكاميرا مان كده فالكاميرا مان عمال يبص مين ده وبيعمل لي كده ليه ما حدش عارف مين ده مع ان هو الناس كلها عارفه اتش فهو كان متخفي في الكاركتر ده وبعد المشهد ده لما طلع ركب العربيه يعني فاجئني مفاجاه كبيره جدا قال لي انا ما اعرفش اسوق يعني هو عارف المشهد هو اللي كاتب يعني كاتب المشهد فجاي النهارده يقول لي انا ما اعرفش اسوق عربيه مانيوال تسكن في البيت اللي على البحر وتروح وتيجي ازاي انا يعني جبت بيت على البحر مش عارف اجيب عربيه بس برافو عليك والله بقى صح مظبوط فركب العربيه الشاهين وقلت له بص زي ما تيجي بقى بعد اطلع بس من الكاميرا يعني كمل يعني اهم حاجه العربيه تطلع بس فحتى المشهد باين ان هو طلعته يعني شبه الشخصيه بس هو خايش بعديها نور النبوي ايه اكتر مشهد بتحبه؟ اكتر مشهد انا بحب مشاهد كتير قوي انا بحب مشهد بين مراد ولطيفه في العربيه في الحلقه السادسه باين ده اول اللذاذه بينهم اول الرومانسيه من ده مشهد بحبه قوي نور ايهاب انا من اكتر المشاهد اللي بحبها برضو في الحلقه التاسعه او العاشره مش قادره احدد دلوقتي مشهد بين مراد ولطيفه اللي بيقعدوا يتكلموا فيه بقى في كل حاجة يعني يقعدوا يتكلموا فيه هي عن مشاكل عيلتها وهو عن المشاكل القديمة اللي كانت عنده بيقعدوا بقى خلاص ده بيبين انه في نهاية المسلسل دول خلاص بقى في بينهم حاجة ارتاحوا لبعض اتكلموا في كل حاجة وقبلها كانوا بيبقوا متخانقين جامد جدا فده المشهد اللي بيتصالحوا فيه عشان متدلع اتخانقنا عشان متدلع متدلع فالمشهد اللي بيرجع فيه بقى كل حاجة ستيبل تاني وكل واحد بيطلع اللي جواه وكده وفي مشهد تاني بين لطيفة ومامتها وباباها في الحلقة التاسعة المشهد ده مشهد بالنسبة لي مؤثر قوي لأن علاقتها بمامتها وباباها بتبان فبيبان كل المشاكل والكلاكية اللي كانت جواها منهم وهما ما كانوش حاسين هما برضو يعني هما ما كانوش فاهمين قد إيه الحاجات اللي بيعملوها هتأثر عليها بس أثرت جامد قوي فهي ساعتها بتقول لهم بقى كل حاجة فده مشهد بالنسبة لي مؤثر مصطفى ليشع انا بحب مشهد استاذ علاء مرسي كله من اول ما من ما بيبدا لحد القفله لما بينزل الملعب وبيقول لهم بيشتمكوا السيكونس ده انا بصراحه كمان لما جبنا انا عايز احيي النجم علاء مرسي تحيه كبيره جدا هو كل نجوم الشرف استاذ علاء مرسي كبير دي شرف كتيره بس هو استاذ علاء بالاخص احنا كلمناه وانا قاعد انا وسولي وجي في ثانيه وقال لي انا معاك وصور في ثانيه ونجم كبير جدا وانا اتشرفت ان انا اشتغلت معاه استاذ عمرو وهبه وكل الضيوف الشرف حافظ محمود استاذ بدريه طلبه محمود حافظ استاذ بدريه طلبه استاذ محمود حافظ كان لذيذ جدا لا كلهم كانوا كلاينتس كانوا كلهم عملاء او شخص اشخاص ممكن يشتروا حاجه من شركه العقارات انا بحب قوي مشهد لطيفه بتيجي تبيع لي فيه في الشغل ده مشهد حلو قوي بحب المشهد ده قوي ان هي بتيجي عايزه تقنعني بحاجات هي نفس الحقيقه بالظبط وانت مش عاجبك اسم المولود بالظبط بحب علاقتي بالشغل شويه ودي وبحب برضو مشهد الحادثه قوي في مشهد في الحلقه التاسعه ده في الثامنه التاسعه الحادثه الثانيه اوكي سيكونس الحادثه والسرقه وكده ده برضو من المشاهد اللي بحبها